المصايب اللي جاي يصير كوارث. من يجيكم موظف؟ من يجيكم متقاعد؟ من يجيكم شرطي؟ من يجيكم جندي؟ من يجيكم انسان بسيط يريد له سلفه؟ عمي مشهور، عمي اللي جاي يصير انقلاب، اللي جاي يصير بوق ونهب، الظهر الحمار. شنو عمي؟ يعني لامين المدراء مالتكم العامين ووزرائكم ونوابكم واحزابكم، وكل واحد طاق له سلفه 500 مليون و400 مليون ومليار، تالي ما تالي بالموازنه اسقاط السلف، اسقاط الديون على السياسيين والمدراء العامين. يعني تدري قبل الموازنه متفقين بشهر يستلمون سلف كلهم، او بشهرين او بثلاث اشهر، وملتمين هاي الحاشيه اللي بدون شرف، هاي الحاشيه اللي بدون ضمير، هاي الحاشيه اللي ديول وسفله وسرسريه، متفقين يسحبون سلف عملاقه 500 مليون او مليار او 400 او 700 مليون، وقال له بالموازنه اسقاط الديون على السياسيين الانذار الجبناء. وهسه اذا شرطي يريد له سلفه 17 كفيل، حتى الباسه ينزعونه يا الا وما يطول سلفه. 7 سنوات يلزم سره، موظف مسكين مدني يريد له سلفه يصمتون ابو ما يطول اياها. اما السياسيين ومدراء العامين اللي فازين التابعين للاحزاب سحبوا مليارات سلف، وتالي بهاي الموازنه اسقاط الديون. وين القضاة؟ القضاة وين؟ وين النزاهه؟ رئيس هيئه النزاهه وينك يا بعد عيني؟ وين رئيس القضاة؟ ليش؟ لو حميد مسحب سحب له سلفه، ما نعلته والدي؟ خلوها عمي اشتغلوا بنظام عدل. هلا بالناس، خافوا الله، اعماركم قربت كل واحد 80 سنه، وراكم موت، مخافه الله ماكو. وين النزاهه؟ وين القضاء؟ وين المحكمه؟ ليش مليارات الدولارات ومليارات تتنزل للسياسيين اللي بدون شرف، تتنزل للسياسيين الخونه اللي باعوا ضميرهم ودينهم وولائية للدول الباقية؟ ليش؟ مو الموظف المدني ما حد يعطيه سلفة، الشرطي العسكري اللي يدافع عن بلده بأمانة ما حد ينطيه، فحسبي الله ونعم الوكيل بكم.